ببدائل مختلفة. يعني فكرة ان السياحة هتكون اتقصيت بعض الشيء، او ممكن حتى لو الصادرات اتقصيت بعض الشيء نتيجة مشاكل التجارة الدولية واللوجستيات وخلافه، لكن على الجانب الاخر انا عندي استثمارات الاجانب في ادوات الدين الحكومي هتقدر ان هي توفر لي نوع من انواع السيولة بشكل كبير الفترة القادمة. هيبقى في حجم تنازلات اكبر الفترة الجاية من الدولار في مقابل الجنيه للحصول على اسعار الفايدة اللي موجودة واللي تعتبر اسعار فايدة تنفسية، وبالتالي دي كلها اتجاهات هتقدر ان هي تعزز تدريجيا من سعر الصرف. لكن خلينا برضو نبقى يعني صادقين القول، فكره ان الجنيه ابتدي ان انا اشوفه مستقر بدون نظر لازمات وصدمات بيمر بيها الاقتصاد العالمي ده وضع صعب. لازم ابقى شايف جانب الطلب وجانب العرض على سعر صرف الجنيه مع المشاكل والازمات المستمره ديت، اكيد الامور بتزداد صعوبه. لا ولو استمر الموضوع، يعني بس عشان المواطن يبقى عارف، لو استمر الموضوع او تأزم الموضوع بشكل اكتر من كده ممكن نلاقي تغيرات بشكل كبير جدا. يعني اكيد اكيد احنا دلوقتي اصبح حديث العالم كله عن مؤشر امن الغذاء ومستويات الجوع والفقر على مستوى العالم، شايفين معدلات التضخم اللي العالم كله فيها. احنا العالم في حاله حرب عالميه ثالثه، الجزء الاقتصادي فيها هو الاكبر كمان عن الجزء العسكري والجزء السياسي. صحيح. دكتور علي الادريسي عضو الجمعيه المصريه للتشريع والاحصاء، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وفدتنا كمان. ربنا يخليك. قبل ما حاجه صغيره، في سؤال جالي من بعض السادة المشاهدين بيقولوا هل الشهادات الافتخارية دي هتقعد معنا شوية؟ يعني مش كتير طبعا، لان احنا لغاية دلوقتي احنا بنتكلم على اكتر من 230 مليار جنيه. 235 مليار النهاردة جاي الخبر. بالظبط 235 مليار جنيه، فلا مش هتبقى طبعا لفترات طويلة. يعني مش بتبقى مش هتفضل مفتوحة للناس لفترة طويلة. لا طبعا الحقوا اشتروا بقى، الحقوا اشتروا. دكتور